بداية مواجهة تجمع هنا بقاعة الوحدة ما بين فريقي الرياضة القنيطري والنجم الرياضي البكاني في إطار الجولة الأخيرة 22 من شطر الشمال القسم الوطني الثاني الدوري المغربي الفوتسال. قرر يتقدم بالكرة كيف فتح التسديد كيمرر الزميل ديال عثمان دحان طويلة وفي هدف المرمى. لاعب النجم الرياضي البكاني كيسجل هدف ضد المرمى ديالو وبالتالي بعد مرور 10 دقائق على بداية المقابلة تقدم الرياضة القنيطري بهدف دون مقابل الهدف اللي جاء عن طريق لاعب النجم الرياضي البكاني اللي سجله ضد المرمى ديالو. لاعب النجم الرياضي البكاني سجل هدف ضد المرمى. كذا ما عند النجم الرياضي البكاني وهدف التعادل، هدف التعادل لصالح النجم الرياضي البكاني في الدقيقة 14 ونص من المقابلة، 15 دقيقة على بداية المقابلة، النجم الرياضي البكاني كيعدل النتيجة هدف مقابل هدف أمام نادي الرياضة القنيطري. إذا بداية الشوط الثاني من المقابلة وتسجيل الهدف الثاني لصالح الرياضة القنيطري. تقدم الرياضة القنيطري بهدفين مقابل هدف واحد على حساب النجم الرياضي البكاني. الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي البكاني. النجم الرياضي البكاني يعدل النتيجة هدفين مقابل هدفين في المواجهة اللي كتجمع هنا بقاعة الوحدة بمدينة القنيطرة أمام الرياضة القنيطري. إذا النجم الرياضي البكاني تعدل النتيجة هدفين مقابل هدفين أمام نادي الرياضة القنيطري. إذا الهدف الثالث لصالح الرياضة القنيطري عن طريق اللاعب وائل زروقي. وإلا زروقا كيسجل هدف الأول في هذه المقابلة والثالث لصالح الرياضة القنيطري وبالتالي تقدم الرياضة القنيطري بثلاث أهداف مقابل هدفين على حساب النجم الرياضي البكاني. التعادل للنجم الرياضي البكاني ثلاث اهداف مقابل ثلاثة. يونس النهري كيسجل الهدف الاول ديالو في هذه المقابلة والثالث لصالح النجم الرياضي البكاني وبالتالي التعادل ثلاث اهداف مقابل ثلاثة ما بين النجم الرياضي البكاني والرياضة القنيطري. يعني الهدف الثالث لصالح الرياضة كان عن طريق اللاعب وائل زروقي والتعديل النتيجة كان بسرعة عن طريق اللاعب يونس النهري. النجم الرياضي البكاني انس مزاري كيتصدى ضربات 10 امتار من فدا وائل زروقي. عثمان دحان تصدى قويه وكتمر من العاديه. جميله من يوسف الصبار لاعب الرياض القنيطري اللي كيسجل الهدف الرابع لنادي الرياض في هذه المقابله بالدقيقه 16 تقريبا الدقيقه 17 من المقابله. يوسف الصباك كيسجل اولى الاهداف الشخصيه والهدف الرابع لصالح الرياض امام النجم الرياضي البكاني. الهدف الخامس لصالح الرياض القنيطري عن طريق عميد فريق عثمان دحان يسجل الهدف الخامس لصالح الرياض القنيطري. تقدم الرياضة القنيطري بخمس أهداف مقابل ثلاثة على حساب النجم الرياضي البكاني. ونهاية المقابلة بفوز الرياضة القنيطري بخمس أهداف مقابل ثلاثة على حساب النجم الرياضي البكاني. إذا كان معكم عبد الفتاح فور من دقشين لديكم موعد في الوقت اللاحق إن شاء الله.